هاي يا حلوين، ازيكم؟ الاخبار؟ بصوا بقى، النهارده هاخدكم معايا، هجيب خزين الشهر. انا متعوده اجيب يعني طلبات البيت بالشهر. طبعا العيش والجبنه والخضار ده بجيبه مثلا كل اسبوعين او حاجه، بس الحاجات بقى الكبيره، الفراخ واللحمه، حاجات السوبر ماركت دي بنزل مره في الشهر بجيبها. فالنهارده هنزل بقى اجيب الخزين بتاع الشهر كله، وبرده على قد ما اقدر هحاول اوريكم الاسعار هتبقى عاملة زي في الماركت، الاسعار بتاعت الفراخ الخضار الحاجات دي كلها هحاول على قد ما اقدر ان انا اوريها لكم، وان شاء الله تبقى جولة كده لطيفة في الحر اللي احنا فيه ده. انتوا جاهزين للجولة اللي احنا هنعملها؟ عشان انا مش جاهزة ليها خالص، انا ما بحبهاش، عشان بفضل اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل، فبطلع وانزل مرتين انا وجد، اما انا بفطس الصراحة. ف Let's go fighting. بصوا، هو ده السوبر ماركت اللي انا بجيب منه الطلبات، بس الصراحه انا جعانه جدا، فهنروح ناكل برجر الاول وبعد كده ننزل نجيب الطلبات. فهنروح ناكل الاول. فوصلنا على برجر كينج، هو جنب البيت يعني قريب، وقريب من السوبر ماركت. فهنتغدى وبعد كده بقى ندخل ناخد الجوله بتاعت التسويق الشهري. بصوا، هم اصلا عاملين تجديد في المطعم، مغيرين من الدوشه دي، بس حلو الديكور الجديد، عجبني. او بقالي فتره ما جيتش، ف كان هناك كده في تربوزات مكان المكان الاخضر، بس حلو الديكور الجديد عجبني. مغيرين في السوبر ماركت، تطورات. لا، من هون عاملين النزله، ما كان موجود هيدا هون الاسانسير. شوفوا تحت، اي ثينك الباركنج تبعهم. والله الى التسوق. حتى النظام متغير، يعني الشامبوهات ما كانتش هنا، ولا المعجين، ولا هناك الغسولات. طيب خليك هون، انا راح بلش بالاغراض اللي انا بدي اياها. اول حاجه انا كنت عايزه غسول للوجه، فغسول الوجه مفتح من بيزلاين ده عامل يمكن $9، فانا هجيبه. بص، هو بيزلاين منتج لبناني، اوكي، بس كوزمولاين كمان منتج لبناني، فبرضه عامل غسول $3 43 سنت. انا ممكن اجربه من باب التجريب، انه هشوف صراحه هو كويس ولا لا. هجيب بتاع البشره الدهنيه والمختلطه واشوف هو حلو ولا لا، وبعد كده لو ما ارتحتلوش ابقى ارجع لبيزلاين تاني. هو فرق $5، بس انا بحب الصراحه منتجات كوزمولاين، فهجرب المنتج ده. التايد ب $4.80، بس ده ب $3.15، ده كيلو ونص، ده 2 كيلو زيتا. يعني هي زيتا؟ جيب بونكس، جيب تايد. البونكس منيح، مش هبطل التايد. اوكي، بس انا هجيب جلوفز طبي عشان حاجات بستعملها بس كده. $1.06. في حاجة تانية؟ لا، هو ده كويس. دول بتوع المواعين، مش هذين. والشامبو والبلسم، هجيب انا البلسم والشامبو ده بتاع كوزمولاين، دول هجيبهم الاول. ما بظهر بقى الشامبو والبلسم. هتعمل هيك بدنا قهوة. ايه؟ لا، التغيير، لا مش عايزين زيت، بس التغيير اللي حصل ده قاتل ومميت. ما بدنا خل. نجيب برغل، برغل ابيض ناعم 900 جرام، القصة ده كبير. برغل اسمر، لحن سام، برغل ناعم ابيض ولا اسمر للحمة؟ باللحمة. لا، بدي اعمل داوود باشا. خلاص، برجل ابيض ناعم ده $1.31. هون المعكرونة، اهي المكرونة. ثلاثة، وممكن نجيب من الشكل ده واحدة، والاتنين سباكتي. انا وراك، هنا ده كده بقى بورت القهوه. خدنا هيدا،
ايه بدنا بالليمون زنجبيل. بدي لندن تي انا لندن. لا نحنا كنا جبنا شمعون شامين بيب. شامين زنجبيل يعني بالليمون. بدي لندن تي اجيب هيداك لانه ما في لندن تي. خلينا نشوف اذا في لندن تي. اوكي هي لندن تي. بابونج بابونج نعناع نعناع نعناع. شامين ده منتج لبناني ده زعتر بري خلطة السعال مقشعة نعناع نعناع. ودي شايات ده زنجبيل مع القرفة. ده وحش جدا 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 سيء للغاية. ما في لندن. نجيب بقى شامين. لندن عاصمة شو ده؟ بريطانيا. لا ما تقولي يعني. لك ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي جديدة التلاجة دي ما كانتش موجودة قبل كده. والله ما كانتش موجودة. دول اختنوا قوي او كبروها قوي. حاجة غريبة بتحصل في الماركت ده. بروح هناك بعد. ايه عايزين. عايزين. هلو. شو فين؟ نبات اورجانيك. هلو يا شوفان. لا في كيس هيك ازرق كنا بنجيبه كثير طيب. ايه ما فينا نروح. مين كان يجيبه انت؟ موبايل. هو دي كمان منه شوفان. هي ماركة واحدة بس هيدي. عجب؟ 404,000 يعني قد ايه؟ اي لا جيب ماركة عارفين. اوكي جيبه. كيري عامل كمان. ابو انطون بلغاري. دوبلية يمكن هي دي الدوبل كريم؟ لا دوبل كريم مكتوب دوبل كريم. عكاوي اللوم. هنس. شوف خلصت الماركت. عايز اقول لكم انه النظام الجديد اللي هم عاملينه ده تعبني اكتر من الاول عشان كده اصور لكم قوي عشان انا مش حافظه اي حاجه. في الاول كنت حافظه السوبر ماركت فعارف انا بروح فين وباجي منين وبجيب ايه وبعمل ايه. بصوا هجيب خضار النهارده يوم التسوق العالمي بجد. طلع عيني دي المفروض اعمل ايه بيها. دي اغلى بطاطسيه شفتها في حياتي بجد. دي اتنين. دي حاجات غريبه. تمام اوكي انا هجيب البطاطس العاديه الكبيره بتاعتنا دي. بصوا المانجا من بيرو ب $18 الكيلو. عشان من بيرو مش مانجا من مصر مثلا تبقى مش من بيرو. اجاص عندي اجاص نبات وده تفاح واناناس بلنسية. بلنسية ده برتقان عصير. طيب عنب. بجيب عنب. بجيب عنب. وفي هنا الخضرة. ده ورق حلو قوي بيعملوا سلطة. شوف بصوا عاملين اوفر في الهوا تشيكن كرتون في البيت ب $2.75 عشان من غير كيس بس. واحنا هنجيب فراخ على الغاز. مناح بس المعامله في الويك اند سيئه جدا جدا جدا. ما حبيتش الهوا تشيكن في الويك اند خالص. اثنين صدوره واثنين ورق. لا هودي شو هيدا فخاد. هيدا ايه ايه فخاد سوري مش وراه. ايه 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 اثنين فخاد. هو بمصر الورق فخد والفخد ورق. يا رب كرمال هيك بس انت مصر. اه هي اسمها فخاد ورق. اه 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 ايا كان هي الاثنين مع بعض. دول فاهم عليك. الاثنين كيلو دول حلوه لانك